عسلامة. عسلامة. أوصى الإسلام بالمساواة بين الرجل والمرأة، فيما تتمثل هذه المساواة؟ الإسلام هو كله دين خير ودين ومعناه بركة. المرأة كرمها الإسلام أكبر تكريم في أي ديانات في العالم. الدين الإسلامي كرم المرأة وجعل الجنة تحت أقدامها. من أكبر معناها التشريعات في الدنيا للإنسان يناظر من أجلها باش يوصل للجنة خلاها تحت أقدام الأمهات. الإسلام كرم المرأة في حياتها الخاصة، في حياتها الاجتماعية، وفي حياتها تاع الوراثية، وفي حياتها كذا. والناس اللي قاعدة تعمل في الخرافة هذه نتاع المساواة والكلام الفارغ اللي عملوا فيه راهو مش صحيح. الرب اللي خلق الدنيا واللي خلق الكون اللي مخفى عليه حتى خافية ما نساش حقوق المرأة. حقوق المرأة مضمونة وموصونة، مش حتى مضمونة. وحقوق المرأة تتمثل في امتلاك حتى في الميراث، راهي في 14 حالة تفوق الرجل. الرجل يفوق المرأة في 4 حالات فقط. إذا كان صاحب الكون وصاحب الدنيا واللي خلق الدنيا والدين غير قادر على فهم الحكايه هذه، يجي ناس اخرين تحب تحل وتحل وتربط. كرامه المراه راهي كرامه عز ياسر. المراه هي الام، هي الاخت، هي الزوجه، هي الصديقه، هي الطبيبه، هي المرشده، هي كل شيء. الانسان المعناه اللي عايش في حياته في الحاجه طبيعي يلقى المراه اللي هي باش تقف معاه، هي اللي باش تلمه، باش تلم له صغاره، باش تلم له شرفه، باش تلم له حياته، باش تلم. هذه هي المراه. شنو هي المساواه اللي يحكي عليها؟ ما فهمتهاش انا شنو هي. منين جابوها وشكون طلع بها؟ طلعوا بها ناس يحبوا يرددوا المرأة، لأنه المرأة في الدين الإسلامي عندها حظوة كبيرة ياسر، واللي ما لقيتهاش لا في الديانات الأخرى بما فيهم اليهودية والنصرانية. إذا كان لازمهم يعرفوا في اليهودية المرأة ما تورثش، وفي النصرانية الميراث المرأة سلعة تباع، ماهيش مرأة، ما عندهمش حتى مرأة. المرأة في الإسلام راهي مرأة كبيرة ياسر، حاجة كبيرة برشا، ولازمها تفهم الناس المقدرة ما بين العطف وما بين العفو. والمرأة اللي ما يحترمش المرأة زاد ما يحترمه حتى حد. نقولوها راه بكل صراحة، فما خلاف، فما معناه راجل يخرج على الموضوع، هذه خلافات تقع. مرأة اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام الأعظم وما أدراك لم يفتي. قالت له راجلي مريض، بلغني بابا مريض، بلغني فهمت الله بابا مريض باش نطل عليه. قال وين راجل؟ قالت له راجلي في الحرب. قال لها برا امشي ارجع شد دارك حتى يجي راجلك. رجعت له في الثانية قالت له بابا زاد تعب أكثر. راجلك وين؟ قال لها برا مش ارجع. في الثالثة رجعت له قالت له بابا مات. قال لها برا شد دارك راجلك الوحيد. شوف معناها ثم حن، وفما معناها ثم ترابط، وخلى المرأة معناها هي تكون مع رجلها وراجلها معها هي. المرأة تداون حتى عائلتها على ابوها على دارها. المرأة صالحة لو نحكي، مش معناها دوانة باش نتعاركوا بالبونية ولا لا لا لا، تجي في صف رجلها ولا حتى غلط. أنا ربما تحب نحكي لك حتى ترفة. امرأة معناها باية في وسط معناها باية، خذات مكتوبها، جاء مكتوبة صغير، خذات راجل خليل ويسير. عاد كي تمشي بحد أمها تطيب لها وما تخلي ما تعملها ما تقدر لها، تقول لها يا ميمتي نقص علي هذوما، عمل لي عظمتين في الزيت، راجلي قتلني بالحم وبالحوت وبالوحد. شوف معناها، شوف الود وشوف الاحترام والهيبة اللي عملتها قدام عائلتها، قدام راجلها، قدام عائلتها. هذا هو. إذا كان احنا ما عندناش احترام وما عندناش قدر ما بين الرجل والمرأة، تسدوا ولا تلوش في المساواة، تلوش في الكلام الفارغ في الحديث هذا، وهو ما ثماش منه. المرأة راهو كرمها الله أعز تكريم، والمرأة في الإسلام هي الفوق، راهي مش لوتها. ما تهانت كان في ديانات أخرى، في ديننا نحن ما تهانتش. وهذا هو. رغم هذا الكل المرأة ما عادش لاقية حريتها كي تبدأ تدور في الشارع. هذا هو المفهوم الغلط. شو معناها حريتها؟ لازمها تتبرج ناحية حوايجها تعرض؟ لا مش الحوايج، مثلا تبدا متعدية تتعرض ياسر العنف لفظي. ما انا قلنا لك ما هي الخلطة هذه والخلطة ولا هو ترك الدين جاب هذه المشاكل هذه الكل. تفهموا مش معقول. ما نصورش انا ثم امرأة عاقلة تتعدى في الشارع واحد يكلمها. ما نصورش واحد زاد متربي باش يمشي بالمرأة في الشارع، زاد مش معقول. ثم حالات شاذة ربما موجودة، فهمت ولا؟ أما المرأة اللي تتبرج راهو لواحد وكذا وتلتفت وتبرز مفاتنها راهي بتخلي روحها في مشاكل. ولد صغير ما ناقص ما تربيه، ناقص قرايه، ناقص ينجم يرد فعل. انسان منحرف ينجم يرد فعل، مش معناها نعملوا الاعمال وبعد نبداو نتشكاو. امراه انا واحد من الناس كان امراه محترمه نحترمها، علاش ما نحترمهاش؟ والراه منظر من غير لا زاد نستعوذ من الشيطان، مش هوش عيب راهو. واذا كان هي المراه ما استحفظتش على روحها ما استحفظ عليها حتى احد. هذا هو. انت تو حكيت لي على مكانه المراه وكل شيء، زدنا نسمعوا لي برشا نساء معرسه قاعده تتعرض للضرب من عند رجالها. قلنا لك راهو الخلاف راهو موجود، راهو الباهي والخايب موجود في كل واحد. احنا اذا كانت مسكنا بديننا وخذينا معناها الصلاحيات اللي قالها الدين،
في المعاشره الزوجيه، في الانفاق، في كير، ما يصيرش، ما يصير حتى شيء. احنا مخلفين هذوما كلهم طايشينهم من تالي ونحكيو في حكايات ما يصح. هذا هو اللي صاير، هو الخلاف في ترك الدين تثبت هالمشاكل هذه كلها. هذا هو. شنو الحلول باش نتفاديو الحكايات هذي؟ الاسره مبنيه على الاحترام. اذا كانت تفقد الاحترام باش تلقى العنف وباش تلقى ما نعرف شنو، باش تلقى الواحد هو الانسان اللي دخل حشاك دبوزه شرب ولا واحد لداره، هذا الانسان مش محترم، هذا ما يحترمش راهو. ينجم يكون عرضه لاي مشاكل اخرى مهما كان نوعها. الاحترام الدار راهي مكان مقدس، راهو مكان هذيك عرش امبراطوريه كامله نتاع الزوج والزوجه. اذا كان هو ما يستحفظوش عليها، شكون يستحفظ لهم عليها؟ يستحفظ لهم عليها تحت. زيد كيما قلت نراو زيد بنات محترمين يبداو في الشارع يتعرضوا للاغتصاب، يتعرضوا للقتل. يهديكم ربي، ما نخدمش نخلطوا الاعتصاب والخلط، هو اجرام. المجرم عنده رده فعل اخرى غير عاديه. في علم الاجرام 18 ثانيه كافيه باش ياخذ القرار. 18 ثانيه اسرع من الصوت ياخذ القرار بتاع العمليه. كيفاش انا باش نحكم عليه؟ وهذا شيء ورا التحذر. التحاضر يساوي جريمة. لازم نفهم في الحضارات المتقدمة نسبة الإجرام للنمو نتاعها اللي يكون متقدم ياسر بنسبة التحاضر. التحاضر هذا شيء يخلف. قلنا لك راهو الحشمة والسترة فيها ديما عندها برشا حاجات تمنع. أما زاد هذا ما يمنعش أنه هي حرة في حياتها. لا لا لا. يا ودي راهو الحرة راهو مفاهيم. راهو كيما قلنا لك مش امرأة حرة باش تقرأ باش تتخرج باش تخدم أما مش تعري روحها. يلزمنا نثبتوا روحنا شو المفاهيم نتاع المفاهيم نتاع الحريه نتاع الحريه. مش تبرج الحريه معناها تقول لي هذه راهي استاذه هذيك نحترمها، تقول لي هذه راهي تسوق في الطياره هذيك نحترمها، هذه راهي طبيبه هاي امراه هاي عندها ريسبي وعندها الاحترام، بينما الاخرى ما عندهاش الاحترام. هذا الخلاف.